فكره رابطه الانديه شايفها ناجحه ولا ناجحه جدا، بس تتفعل بكل قوه، تاخد كل الاختصاصات اللي واخدها رابطه الانديه في انجلترا مثلا. الكوره فيها مشكله خطيره برضو، انا اول واحد اثرتها، ان انت عندك لعيبه محترفه وانديه محترفه ومدربين محترفين وحكام بياخدوا فلوس، والدوري دوري هواه، مفيش دوري في العالم تكسبه يدولك ايه، حته خشبه ولا حته صفيحه، لازم في جايزه ماليه ضخمه جدا، خدت بالك؟ وبعدين ايه دور اتحاد الكوره بيعمل فيك ايه؟ ده انا قعدت سنين وسنين رئيس نادي، عمر اتحاد الكوره ما رد عليا في جواب اطلاقا، مفيش جواب رد عليا فيه اتحاد الكوره. وبعدين اتحاد الكوره بياخد فلوس بكل شكل وبكل اتجاه، وبعدين اتفاجئ ان اتحاد الكوره عليه مش عارف 600 مليون، كلام غريب جدا، لان اتحاد الكوره بكل واحد عايز يعين قريبه وعايز يعين صاحبه وعايز كده، غير كده يعني مفيش حاجه اسمها معاش، خروج على المعاش مفيش، يعني انت خدت بالك؟ بص تجديد الدماء الا للعباقره، انا مش معقول كله عباقره مفيش معاش، فانت الاتحاد كله بيكبر معاك، فلما الاتحاد كله يكبر معاك اداؤه بيقل، وان هو علاقته بعلوم المستقبل والدنيا المتقدمه بتتلاشى واحده واحده، وعلاقته بالمجتمع بتتفكك، فانت لازم يبقى عندك اب تو ديت، يعني انت خدت بالك؟ تحديث فكري وتحديث في العمل. جيب لي مثلا مره ان اتحاد الكوره ده عمل لقاء مع اتحاد وتبادل زيارات وتبادل خبرات مع الاتحادات المتقدمه، ما حصلش. الرابطه بس اللي راحت الامارات وعملت تآخي معاه، خلي بالك الامارات والسعوديه دول تقدموا تقدم مذهل، وعشان كده يجي لعبك يكسبك، انا مش ضد ان هو يكسبني، بس يا اخي يكسبه بره ويكسبني بره، خدت بالك؟ لكن هم هيكسبونا، احنا ترتيبنا تراجع ليه؟ لان احنا المباريات التحكيم ضعيف، قلت لك الاستثمار في الكوره مش مجدي وبقى مفهوم كده، فانت بتتراجع. ايام الكابتن عصام عبد المنعم كان رئيس الاتحاد، كابتن حسن شحاته كان رئيس المدير الفني، كنا التاسع، وصلنا يوم التاسع على العالم، وزعلنا لما بين ال 11، دلوقتي بين ال 49، والمره الجايه هنبقى ال 50 وهنبقى. طب وليه؟ وبعدين حضرتك جيب لي خطه اتحاد الكوره عاملها لتنميه المواهب، ازاي انت تكتشف المواهب؟ محدش جه قال انا عايز اعمل اكاديميه زي اللي موجوده في بلجيكا، او اكاديميه زي اللي موجوده في فرنسا. زمان، لا هنقول نرجع بالتاريخ خالص زمان قوي، كان في واحد الله يرحمه اسمه جلال ريطم، كان بيرعى الموهوبين، عمل مدارس الموهوبين وعمل مراكز تدريب الموهوبين. عارف الموهوبين دي طلعت مين؟ الخطيب وفاروق جعفر والجوهري وناس كتيره جدا كانت نجوم الكوره لسنوات طويله. انت واخد بالك انا عايز اقول لك ايه؟ ايه الفكر اللي بيعمله اتحاد الكوره عشان يطلع يعد موهوبين ويعد ناشئين ويعمل ربيع ياسين يلف محافظات مصر كلها يلم ايه اللي كذا؟ مفيش خطه. ايه دور المدير الفني اللي عايزين يجيبوه؟ مفيش حاجه. واحد يقبض مرتب خلاص.